يقول السائل: في بلدنا تعلم القرآن يكون على طريقة التلاوة الجماعية، أي أن المعلم يفرض على التلميذ أن يتلو معه القرآن بحجة المراجعة، فما حكم هذه القراءة مع العلم أن التعلم بغير هذه الطريقة غير ممكن؟ لا بأس، القراءة الجماعية للتعلم لا بأس، أما القراءة الجماعية للتلاوة هذه هي اللي ما تجوز. قراءة للتلاوة ما تجوز جماعية، كل يقرأ لنفسه، أما القراءة الجماعية للتعلم لأن المدرس يشق عليه أنه يدرس كل واحد على حدة، يدرس المجموعة يلقنهم الآية وينطقون بها جماعة، لا بأس بهذا، لأن هذا مما يسهل على المدرس تعليم الطلبة، وهذا تعاون على تعلم القرآن. نعم.